السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى مع تقليم أشجار المثمرة. اليوم إن شاء الله نجري عملية تقليم الإيجاص. يوم الجمعة 22 يوليو 2022، هذا الإيجاص من نوع بوجمعة، هذا نوع جزائري بامتياز. نبدأ على بركة الله. أول خطوة نأتي إلى أسفل الشجرة، إذا هذه نموات شجرة السفرجل، لأن هذه شجرة إيجاص مطعمة على السفرجل. إذا هذه أول خطوة، ثم نأتي صعودا، فهذه النموات الجافة نقوم بقصها، كل نموات الجافة. كل هذه النموات الجافة نقوم بقصها، كذلك هاي هذه النموات الجافة. عندما ننتهي من قص النموات الجافة نقوم بقص النموات المتشابكة. هذه النموات المتشابكة هكذا، كذلك كذلك إذن بهذه الطريقة كل النموات المتشابكة نقوم بقصها. إذن بعد الانتهاء من النموات المتشابكة نأتي إلى قلب الشجرة، فنحاول أن نفرغ قلب الشجرة بهذه الطريقة. هكذا قمنا بإفراغ قلب الشجرة. إذا ثم نأتي إلى هذه النموات المتدلية، هذه إن شاء الله عندما تثمر فقد تصل إلى الأرض، فيمكن أن نقوم بقص جزء منها هكذا حتى نحافظ على كمية الإثمار عند الشجرة بهذه الطريقة. إذن يمكننا أن نقوم بقص الشجرة في الأعلى حتى نحد من ارتفاعها، هذه الكيفية. إذا بهذه الطريقة قمنا بتقليم شجرة إيجاص، تقليم ثمري. إذا فما عليكم إلا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على الجنب بقوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.